قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين: في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وأشار صلى الله عليه وآله وسلم بيده، قلنا يقللها ويزهدها، وفي رواية مسلم: وأشار بيده يزهدها، وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: هي ساعة خفيفة. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الجمعة ساعة ليست كالساعة التي عندنا، وإنما هي زمن من الوقت. ما جاء في الحديث قوله وأشار بيده، فسرها هو صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعض الأسانيد فسرها بعض الرواة أنه صلى الله عليه وآله وسلم وضع أنملته على باطن أصبعه الوسطى أو الخنصر، فدل هذا على أنها قليلة. ولذا قول أبي هريرة كما عند مسلم في إحدى الروايتين قال: هي ساعة خفيفة. وقوله يقللها يعني أن وقتها قليل، ولا يعارض ما جاء عند مسلم يزهدها. ليس المقصود التزهيد في الأجر، لا، وإنما تفسر بقوله يقللها وهي ساعة خفيفة، بمعنى أن وقتها زهيد، فليحرص المسلم عليها.